بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي في قناة إنجليزي ابتدائي مع مس هناء السمان. النهاردة وصلنا في كتاب جيم كتاب الأضواء لحد صفحة 144. عليها إيه؟ عليها lessons 3 and 4. عندنا الدرسين 3 و4 في unit 3، في اليونت 3 الوحدة 3. focus and practice time. focus time هو وقت التركيز. هناخد النهاردة حاجة اسمها ضمائر التوكيد. أول حاجة عندنا listen and repeat، استمع وردد. emphatic pronouns يعني ضمائر التوكيد. ايه هي ضمائر التوكيد؟ هنا أول حاجة الإنسان لما يعمل حاجة بنفسه، عايز يقول أنا عملت ده بنفسي، محدش ساعدني فيه، فيقولها ايه؟ by myself. by myself يعني بنفسي أو بمفردي، اسمها إيه؟ by myself. by myself. طب لما يكون هو عمل الحاجة دي بنفسه تبقى اسمها إيه؟ by himself. by himself يعني بنفسه أو بمفرده. طيب لما تكون هي عملت الشيء ده بنفسها نقول إيه؟ by herself. by herself يعني بنفسها أو بمفردها. طيب لما يكون أنت اللي عملت حاجة دي بمفردك أو بنفسك يبقى إيه؟ by yourself. by yourself. أوكي، نشوف كمان هنا لما يكون أنتوا عملتوا الحاجة دي بأنفسكم أو بمفردكم نقولها إيه؟ by yourselves. لاحظت هنا قال ايه؟ by yourselves، يعني احنا هنا عمالين نقول self 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 self، لكن في الثلاث ضمائر دول هنقول ايه؟ by yourselves، دي للجمع بانفسكم، مش دول ثلاثة؟ ثلاثة يعني جمع، يبقى ايه؟ by yourselves. طيب دول عايزين نقول بانفسهن بمفردهم يعني جمع بس ايه؟ للبنات، يبقى ايه؟ by themselves. by themselves. طيب هنا عايزين نقول نحن، احنا عملنا الحاجة دي بنفسنا بمفردنا تبقى ايه؟ by ourselves. by ourselves. اوكي، طيب نشوف هنا مجموعة من الافعال زي ايه؟ walk. walk يمشي، هتبقى ايه؟ walked. walked يعني مشى. عندنا ايه كمان؟ go. go يذهب، هتبقى ايه؟ went. went يعني ذهب. do يفعل، هتبقى ايه؟ did. did يعني فعل. chop. chop اللي هو يقطع او يخرط، هتبقى ايه؟ chopped. chopped يعني قطع او خرط. عندنا ايه كمان؟ iron. iron يعني يكوي، هتبقى ايه؟ ironed. ironed يعني كوى. slice. slice يعني يقطع إلى شرائح، هتبقى sliced. هتبقى إيه؟ sliced يعني قطع إلى شرائح. عندنا take. take يأخذ. take يأخذ، هتبقى إيه؟ talk. talk. talk يعني أخذ. wash. wash يغسل، هتبقى washed. washed غسل. stay. stay يعني يبقى، هتبقى ايه؟ stayed يعني بقى، يبقى في المكان. buy يشتري، هتبقى bought. bought يعني اشترى. ده كان بعض تصاريف الافعال، هنا كده المضارع والماضي بتاعهم. نشوف صفحة 145 فيها ايه؟ listen and repeat، استمع وردد. هنا عايز اقول I دي بداية الجملة، بعد كده الفعل ironed، أو مثلا لو ده مثبت هنقول ironed، لو عايزين ننفيه هنقول didn't iron. هنا معناها أنا كويته، لكن دي I didn't iron يعني أنا لم أكوي. أشرت قميص by myself بنفسي، يعني لو احنا قلنا الجملة دي مثبتة هنقول ايه؟ I ironed يعني أنا كويته a shirt by myself، كويته قميص بنفسي.
طب لو قلنا بالنفي هنقول ايه؟ I didn't iron، انا لم اكوي a short قميص by myself، بنفسي او بمفردي. طيب نشوف النهاردة structure، القاعدة بتاعتنا بتتكلم عن ايه؟ الضمائر وضمائر التوكيد. طيب هنا قلنا المثال I ironed a shirt by myself، يعني انا كويت قميص بنفسي. بيقول ايه؟ تستخدم ضمائر التوكيد اللي هي emphatic pronoun للتأكيد ان الفاعل هو الذي قام بالفعل بنفسه دون مساعدة من احد. يعني احنا قلنا محدش ساعد، هو اللي عمل حاجة دي بمفرده. طيب تيجي فين؟ في نهاية الجملة، وغالبا بيجي قبلها ايه؟ باي، ده حرف جر معناها بنفسه. طيب شكل الجملة هيكون ايه؟ اول حاجة طبعا الجملة هتبدأ بايه؟ سبجكت اللي هو الفاعل، بعدها ايه؟ الفعل، وبعدها المفعول، يبقى فاعل وفعل ومفعول، بعدها باي اللي هو حرف الجر، وبعد كده ضمير التوكيد اللي احنا هنستخدمه. نشوف امثلة. بيقول ايه هنا؟ لو احنا بدأنا بضمير الفاعل I اللي هو انا، يبقى ضمير التوكيد بتاعه هيكون ايه؟ myself. طب نجرب مثال، بيقول ايه؟ I اهي بداية الجملة اللي هو ضمير الفاعل I يعني انا، chopped اللي هو كده فعل في الماضي، vegetables اللي هو المفعول، يبقى دي الفاعل، بعدها الفعل chopped، بعدها المفعول vegetables، بعدها حرف الجر by عشان تيجي بعدها ايه؟ ضمير التوكيد اللي هو myself، يبقى ضمير الفاعل I ضمير التوكيد بتاعه اسمه ايه؟ myself. اوكي طيب نشوف هنا، هي يعني ايه؟ هو ضمير التوكيد بتاعه اسمه ايه؟ himself، يعني بنفسه او بمفرده. نشوف جملة، اول حاجة نبدأ بضمير الفاعل هو ايه؟ he هو، بعد كده الفعل اهي bought اللي هو اشترى، بعد كده المفعول groceries، وبعد كده حرف الجر by، وبعدها ضمير التوكيد بتاع هي اللي هو ايه؟ himself يعني بنفسه او بمفرده. طيب نشوف هنا، she يعني ايه؟ هي، ضمير التوكيد بتاعها ايه؟ herself يعني بنفسها او بمفردها. طب نشوف مثال، بيقول ايه؟ she هي stayed home، يعني بقت في المنزل او مكثت في المنزل، by herself بايه؟ بنفسها، ادي باي حرف الجر، وبعد كده herself ده ضمير توكيد بتاع ايه؟ بتاع she. طيب it اهي لغير العاقل، هو او هي لغير العاقل، ده ضمير الفاعل نبدأ به الجملة، itself يعني بمفرده او بمفردها لغير العاقل. بنقول ايه؟ it drank milk by itself. it هنا لغير العاقل اللي هي الفاعل بدأنا به الجملة، بعد كده الفعل اللي هو drank، بعد كده المفعول هو ايه؟ milk، بعدها حرف الجر هنا by، و itself ده ضمير التوكيد بتاع ايه؟ it. طيب نشوف هنا، you انت ضمير التوكيد بتاعه ايه؟ yourself بمفردك او بنفسك. طب نشوف مثال، you اللي هنا ضمير الفاعل بدأنا به الجملة، sliced يعني قطعت الى شرائح، ايه؟ fruit اللي هي الفاكهة، يبقى دي الفاعل بدأنا به، بعد كده الفعل، وبعد كده المفعول، وادي حرف الجر باي عشان يجي بعده ايه؟ ضمير التوكيد بتاع يو اللي هو اسمه ايه؟ yourself، يبقى yourself ضمير توكيد لضمير الفاعل يو. اوكي طيب احنا عاملين هنا، او الكتاب عامل هنا فاصل ليه؟ عشان يقول لك ان ده الفاعل المفرد، ضمائر التوكيد بتاعته هتلاقيها مكتوبه self بالاف، self 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 اهي كلها بالاف، s e l f. طيب لكن لو بصيت هنا وشفت الفاعل لما يكون جمع، هنا يو انتم او انتما، لما يكون للجمع عندي اكتر من واحد اللي هم انتم يو، هيبقى ضمير الفاعل هنا يو. طيب ضمير التوكيد بتاعهم هيبقى ايه؟ yourselves. عملنا ايه؟ جبنا الاف دي حولناها لفي، وجمعنا نجمع بايه؟ بالاي اس، راحت بقت ايه؟ selves
يبقى yourselves يعني بأنفسكم أو بمفردكم. طب نشوف مثال بيقول إيه. You went to the dentist by yourselves. You يعني أنتم هنا. طيب بعد كده went to، آدي went اللي هو الفعل، و to دي حرف الجر بتاع went. بعد كده the dentist، dentist اللي هو مين؟ المفعول، هو طبيب الأسنان. آدي حرف الجر اللي بيجي قبل ضمير التوكيد اللي هو by، وضمير التوكيد اسمه ايه؟ yourselves. yourselves يعني بأنفسكم أو بمفردكم. طيب we يعني ايه؟ نحن. ضمير التوكيد بتاعها ايه؟ ourselves. ourselves اهي selves جمع زي دي. طيب بعد كده بيقول هنا مثال، مثال we washed our hair by ourselves. we هنا ضمير الفاعل معناها نحن، washed اهي الفعل معناها غسلنا، our hair شعرنا، باي اللي هي ايه ده؟ باي حرف جر اللي بيجي قبل ضمير التوكيد. فين ضمير التوكيد؟ اهو اللي اسمه ايه؟ ourselves. ourselves ضمير التوكيد بتاع ايه؟ we معناها بأنفسنا او بمفردنا. نشوف they هم او هن، تنفع للعاقل وتنفع لغير العاقل. طيب ضمير التوكيد بتاعها ايه؟ themselves. themselves اهي selves بالجمع. طيب معناها ايه؟ بمفردهم او بمفردهن. نشوف مثال هنا بيقول ايه. they took a bus by themselves. they هنا ضمير الفاعل معناها هم او هن، took اهو الفعل معناها اخذوا، a bus هنا المفعول اللي هو اتوبيس، by حرف الجر وبعد كده ضمير التوكيد بتاع they اسمه ايه؟ themselves. كده احنا شرحنا ضمائر التوكيد وايه علاقتها بضمائر الفاعل. عرفنا ان هنا في الضمائر المفردة نقول عليها ايه؟ كذا self self self، لكن الجمع بنقول ايه؟ selves selves selves. اوكي طيب نشوف هنا ايه بيقول لك. نوت، لاحظ، يستبدل اسم ضمير التوكيد الدال عليه. يعني ايه يا مس؟ يعني لو قلنا منى did laundry by herself. طيب منى دي ايه؟ بنت، معناها ايه؟ بنت، منى دي بنت، فنقول عليها ايه؟ هي. هي يعني شي. خلاص عرفنا طالما جت الضمير شي، ضمير الفاعل شي، يبقى ضمير التوكيد بتاعه على طول ايه؟ herself. اوكي طب لو قلنا هنا مثال تاني، عمر، عمر ده ايه؟ هو. هو يعني ايه؟ هي. طب خلاص عرفنا كده هنستخدم ضمير التوكيد بتاعه ايه؟ himself. اوكي طيب هنا it اللي هو ضمير الفاعل بتاع ايه؟ ذا كات، عشان كات دي شيء غير عاقل، كائن غير عاقل، فاحنا بنقول عليه ايه؟ it ضمير الفاعل بتاعه it. خلاص لو جت ذا كات بس يقول ذا كات ate fish by، نبقى ضمير التوكيد بتاعها ايه؟ itself. طيب هنا ركز معايا، مين دول؟ علي and ساره، يعني دول جمع، دول جمع مش واحد بس. الجمع في الانجليش هو اكتر من واحد، واحد نقول عليه مفرد، بقى اتنين خلاص يبقى كده جمع. طيب دول جمع، طالما جمع يبقى نقول ايه؟ هم. هم يعني ايه؟ they. they ضمير التوكيد بتاعها ايه؟ themselves، فاحنا هنقول ساره، علي and ساره sliced fruit by themselves. كده احنا وصلنا هنا، خلاص كده هنكتفي بهذا القدر من الدرس. الدرس ما كان الكتاب عامله الليسونز 3 و4 مع بعض، احنا هنكتفي بهذا المقدار وان شاء الله نكمل الحلقة الجاية. ليه؟ لان احنا لو اخدنا ضمائر التوكيد مع ضمائر الفاعل وبعد كده ناخد زمن الماضي البسيط، هيبقى ده كتير وممكن تتلخبط شوية او يبقى صعب عليك انك انت تستوعب كل ده مع بعض، فاحنا هنكتفي بالجزء ده وان شاء الله الحلقة القادمة نكمل باقي الليسونز. نلقاكم على خير، تابعونا في قناة انجليزي ابتدائي مع مس سناء السماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.